هذا يقول أن فيه جماعة يحذرون أن يقول لا تستمع لا تقرأ للوهابية. ما هي الوهابية؟ ما نعرف الوهابية. حنا عند دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما فيها مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تسمى بالوهابية. دعوة الرسول دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك، هذا الذي دعا إليه الشيخ محمد رحمه الله، يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا طريقة الرسول، ما هي بالوهابية. إذا كان الرسول وهابي هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نسمي الدعوة باسم صاحبها إلا إذا كان صاحبها مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، كالجهمية والمعتزلة والصوفية فالأشياء المحدثة ننسبها إلى أصحابها اللي يحدثوها، أما الأشياء التي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه تنسب إلى الرسول. قال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما جاء بمخالفة للرسول، بينوا لنا، هاتوا لنا أنه خالف الرسول ونحن نتبع الرسول، ما نتبع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نتبع السنة، نعلن هذا ونشهد به إننا نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جئتم بشيء إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خالف الرسول فنحن نتبع الرسول، ولكن الحمد لله هذه دعوته موجودة، هذه كتبه موجودة، هذه كتب تلاميذه موجودة، ما فيها شيء ولله الحمد إلا الدعوة إلى السنة. فاتركوا عنكم هذا الكلام وهذه التلقيبات وهذه الأمور التي فيها التنفير عن قبول الحق. نحن هدفنا الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن الشرك والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، إحياء السنة وإماتة البدعة، هذه طريقتنا وهذه دعوتنا. إن أدركتم علينا خطأ بينوه لنا جزاكم الله خيرا، أما مجرد الألقاب ومجرد التنفير هذا لا يجوز، هذا اتباع للهوى. ولا تستمع للمضللين اللي يقولون لك، إذا قالوا لك الوهابية قل ما هي الوهابية وضحوها لي علشان إن كانت حق أتبعها وإن كانت باطلة أتركها، وضحوها لي بينوها لي، هذه كتبهم موجودة جيبوها نقرأها، إن رأينا فيها مخالفة فإننا نترك المخالفة، وإن رأينا فيها حقا فنحن نطلب الحق مع الوهابية ومع غيرهم. هذا هو الواجب الذي يريد الحق، أما اللي يتبع الهوى هذا لا حيلة فيه. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الذي يريد الحق ما يجد عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب إن شاء الله ما يجد عنده إلا الحق. أنا ما أقول أنه معصوم، قد يخطئ، إذا أخطأ نترك الخطأ، وما هو معصوم ولا قال لنا اتبعون على كل شيء، يقول اتبعوا الحق، يقول اتبعوا الحق. أما إذا أخطأ العالم فنحن نتحاشى الخطأ ونأخذ الصواب، هذا هو المطلوب.